هنا غير بعيد من بيت من بيوت الله تجمع هؤلاء الطلاب من موريتانيا ومالي والسنغال وأصقاع إفريقية أخرى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم تحت سقف المحضرة الحسنية بمقامه، ومنهم من يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب لم يحل بينه وبين ذلك حاجز لغته التي لا يتحدثها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ومن بين رواد هذه المحضرة آخرون أصبحوا بالتعود يتحدثون اللغة العربية إلى حد ما بعد أن درسوا متونا متنوعة توفرها المحضرة. قرأت القرآن في يد شيخ ورسمه وهملة وابن بري و الآية الصغرى والآية الكبرى متشابهات لبحار إرصاد توضيح ابن جزر. التلاميذ كثير في يد الشيخ، حفظت في يد الشيخ كثير التلاميذ الحمد لله رب العالمين ليس تحصى. يفتخر تلامذة المحضرة الحسنية بمقامه بأن حكاما وموظفين مختلفين للدولة صلوا خلفهم في هذا المسجد بعد أن تخرجوا وفق برنامج تعليمي يومي على يد هذا الرجل. إننا لا يحفظون القرآن، درسهم حتى الثانية ولا تعالى واحدة، ثم يأتي بعد ذلك يتعلمون أحكام التجويد من حملة المسومي والرسم ونبري وبعد كتب التجويد، ثم بعد ذلك يأتي الذين يدرسون الفقه. أما عن المعيشة والسكن فإن العائلة التي ينتمي إليها هؤلاء المتحلقون حول الشيخ هي من توفرهما للطلاب مهما يكونوا، وذلك منذ نحو 7 عقود. خلال الأربعينيات من القرن الماضي أسس الشيخ جبريل صل المحضرة الحسنية بمقامه، ومنذ نهاية الثمانينيات والشيخ الحسن يخلفه. محمد أحمد الخوي، قناة المرابطون، مقامه.